هذه امرأة مع ابنها في رحلة علاج، شفاهم الله وعافاهم، رأت في المنام كأن سجدة حرير بيدها، لعلها تقصد السجادة، سجادة صلاة لون يعني شكلها من حرير. والله هذه بأشرة خير، رؤية الفرش للصلاة اللي ما يسمى بالسجادة إنما تدل على بنت صالحة ولونها حرير، أيضا قد تدل بنت موفقة، وربما تدل أيضا على صاحبة الرؤية أن كثيرة السجدات وكثيرة الركعات كما قال سبحانه وتعالى، خصوصا في قيام الليل كما قال سبحانه وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون من العبد من ربه وهو ساجد. فلعل تكون هذه استجابة دعوة، والعلم عند الله. نعم، هذه أم وهي متزوجة رأت كأن نمل أسود يصعد على رجليها، هذه إصابات بالعين من قبل بعض النساء الضعفاء، فعليها بالرقية الشرعية، والعلم عند الله. نعم، معنا أم أنور، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغيت أسأل على حلم. أنا زوجي ذاك اليوم قال لي حلم إن يعني والده يعني يقول له كل ما طال طلت معه، كل ما كان تخين تخنت معه. طيب، خير إن شاء الله. الطول في المنام مرغوب، لأنه يدل على رفعة للإنسان في حياته وعلو شان بين الناس. والسمنة على نوعين، إن كان السمنة يعني طيبة وتعطي جمال لجسم الإنسان في المنام، إنما هذه عافية، والنبي عليه الصلاة والسلام كان دائما في دعائه يقول: أسألك العفو والعافية. ولعل الله سبحانه يمتع الرجل وابنه وأبيه إن كان حي بالصحة والعافية والرفعة بين الناس، والعلم عند الله. نعم، نعم، هذه امرأة مطلقة دائما ترى في المنام أنها تقبل بعض النساء، في بعض النساء تعرفهم وفي بعض النساء لا تعرفهم. أقول إن كان القبلة، طبعا أنواع، إن كانت قبلة نسائية مثلا الخد بالخد كعادة النساء، فهذه محبة وبينها وبين النساء التي تعرف، وإن كانت القبلة خلاف ذلك مثلا كما حال بين الرجل والمرأة، فإنما هذه كلمات سيئة وعادات غير طيبة، والعلم عند الله. نعم، هذه رأت في المنام أن كأن خدامتهم تدخل إصبعها في عين الأم، هذه إصابات بالعين، وقد تكون هذه الخادمة يعني مصدر إزعاج، وأيضا لسانها طويل كما هو المثل السائد عند الناس في زماننا هذا، إذا تعاند مع شخص معين قال: أضع إصبعي في عينك، فهذا نوع من الأطباع السيئة، والعلم عند الله. نعم، معنا أم